ضليتني استخف فيه للصندوق لحتى عصبني كثير المشكله هون انه هدول الجماعه اللي صمموا وصنعوا هذا اللغز هيدي اول مره بيصنعوا فيها لغز بحياتهم فقلت لحالي الاسرار يلي بقلبه ما راح تكون كثير صعبه لك احله اذا فيك تحله اعوذ بالله بهالفيديو رح تشوفوا تجربتي انا عم حاول حل هذا الصندوق يلي هو تشابتر 1 الاسبوع الجاي في تشابتر 2 يلي هو صندوق ثاني مختلف واصعب وغير كليا يعني. فخلي عينكم على البانر لحتى تشوفوا امتى الفيديو جديد رح ينزل لكل شخص جديد معكم ابراهيم عباس هيدا اللغز على فكره وصلني تقريبا من سنه يعني هن نزلوا تشابتر 1 على اساس انا حله وحطه على اليوتيوب فهلا عم بينزلوا تشابتر 2 تخيلوا هن بعتولي صندوقين بهذا الشكل هذا الصندوق بقلبه اللغز وهذا الصندوق بقلبه هديه الهديه طبعا ما خاصه باللغز يعني ابراهيم ان شاء الله تكون البازل وصلت سليمه على فكره هن ثلاثه يلي يعني عملوا اللغز على فكره شكله هيدا هو يلي صنعه مكتوب اسمه هون ببقى بساله ان شاء الله مكتوب اسمه واسم مرته واسم الكلبه تبعيتهم كلبه ولا كلب ما بعرف اينا كلبه كلبه طيب هون مكتوب شكله بالفرنسي وهون مكتوب بالانجليزي كثير حلو انه كل صفحتين عاملهم شي فرنسي شي انجليزي، إن يعني نفسه ذاته الفرنسي مترجم انجليزي، ببقى بعملها تشك بعد شوي كثير عجبتني، معقولة لازم لونها يعني مثلا اتسلى فيها ما بعرف، بس كثير حلوة، وعفكرة كبيرة. كثير حلوة، يسلموا يسلموا، يلا لنبلش الجد. هيدا اللغز هو التشابتر الأول، السارق، ذا ثيف، وهذا هو اللوجو تبعهم. ذا لوست سيتي. الباكجينج تبعهم رهيب. قديش انا فاتح صناديق خشب هيدا الصندوق تقيل كوزن تقيل شو بقلبه شكله كتير حلو عفكرة. على فكره خليني افرجيكم الباكجينج على السريع لازم تنحل معي بين الساعة والساعة ونص بدي اوصل للخزنة يلي جوا الباكجينج رائع جدا على فكره اوكي هيدي القصة تبعت اللغز بس بكذا لغة هون الانجليزي طيب هيدي قصة الصندوق يلي عبالو يقراها يوقف الفيديو هون مكتوب الشروط ممنوع استخدام القوه كل الادله موجوده حوالين هذا الصندوق يعني ما في شيء بدنا نخترعه من عندنا كل الادله موجوده هون تمام يلا لنبلش طيب يا جماعه فاذا عرفنا الشروط مهمتنا انه نوصل عند الخزنه الزريه يمكن في خريطه في شيء جوا مخبى فبدي اشوف شو هو بس يبلش التوقيت رح أفرجيكم كل جوانب الصندوق وجه وجه وبعدين بدي احاول حلو. خلينا نبلش دغري فوق، هيدا الوجه اللي فوق بيشبه الخزنة، كيف كأنه هون هيدي بتفتح مثلا آخر شي، بنحط مفتاح بتفتح الخزنة، دائما لازم ندور على التفاصيل الصغيرة، بعد شوي بنشوفهم كلهم، بس تفصيل صغير خليني افرجيكم إياه بهيدا الوجه، إنه هون في سهم، وكمان في سهم على هيدي الخشبة الصغيرة، فشكله هيدي بعد شوي بنفتحها مثلا، بيصير فينا نفتح هيدي، ونفتح الخزنة، بنشوف الوجه الثاني ما بعرف هيدي برمت شوي ومبين انه كانه في متاهه حسب ما مبين عليكم، شكلو بدنا نشق طريقنا نحو المتاهه، في طابه صغيره هون جوا مخباية شفتوها عم تتحرك؟ فهلا بعدين نشوف كيف لازم نمرق الطابه بقلب المتاهه لتوصل لمطرح معين، طيب هذا هو الوجه الثاني كله، ما بقلبه اكثر من هيك. الوجه الثالث، هون في معي اربع رموز مثل هون شمعه، احرف، بوصله، فواكه، ما بعرف ليش حاسه هيدي بتطلع لبرا. بس الرسومات جدا رائعه جدا حلو الصندوق اه لحظه شوي في اشياء ما انتبهنا لها اللي هن على الاطراف هلا بنحكي فيهم بعد شوي هلا لحتى شفتهم هلا رح نشوف الوجه الرابع يعني الالوان المستخدمين بهالصندوق يعني هاي اول مره بشوف هيك الوان بالعاده الالوان بتكون لونها فاتح اصفر او شيء بين هون في هيدا السهم اه ليك هيدي بتبرم شكله هيدي اللي عم نبرمها فينا مثلا بعد شوي ناخذها نحطها عند شي حرف معين مثلا لحتى يفتح شي عرفتوا كيف هيدي ما عم بقدر اتحكم في هذا السهم ابدا هذا الصغير وهون في قطعه بازل اذا ملاحظين في اسا هون سهم وفي اشياء فايته هلا بعد شوي بنشوفه فاذا هذا الوجه الرابع الوجه الخامس في هون نقط وخطوط بظن بعرف هذا الشيء شو هو هلا بس بلش أحل بالكم مرق علي من فتره لانه وفي هدول المفاتيح الكتار كل وحدة عليها رمز معين عليهم رموز مختلفة فبعد شوي أكيد لازم نحط الرموز محلهم مثلا بشكل صح لحتى يصير يفتح معنا شيء هلأ سادس وجه غريب هالصندوق جدا ما بعرف ليه حاسه هيك لسه في له وجوه صغيرة عليهم شكله تفاصيل كتير هيدا سيدة سويج هون حاطين لأنه لازم نضغط على هيدي ضغطت ما في شيء ما بعرف إذا قصدهم أنه اه هيدي بتتحرك اوكي اوكي قصده يمكن بالاصبع انه بدي اضغط وحرك تمام حرك يمين او شمال مثل ما ملاحظين في طبعون المسطره هدول الحياز الصغار هلا بعد شوي بنشوف لشو بيرمزوا مكتوب هون فيستينا لينتي طيب هدول الست وجوه هلا اسا في الوجوه الصغار يلي هو هيدا الوجه الاول حيط وعليه كلمات اسماء او شيء وفي هيدي الزاوية الثانية علي هدول التفاصيل هدول بينوا معي هون ليكن عند الشمعة هالرموز اللي حوالين الشمعة الاربعة وهدول طبعا متصلين مع بعض وفي هيدي الشجرة شكل هيدي الشجرة متصلة بهدول الفواكه اللي قلت لكم عنهم وهسه في الزاوية الأخيرة الرابعة، هيدي خريطة مبينة، فإذا تطلعوا يا جماعة شكله هالخريطة متصلة بهيدي البوصلة، هدول الأحرف متصلين مثلا بهيدا الحيط، هدول متصلين بالشمعة، وهدول الثمار متصلين بالشجرة، أوكي؟ أنا رح بلش حلو للصندوق هلا، يلا لنشوف شو في تفاصيل فيني بلش فيها إذا في كلمة ستارت أو شي بس تطلعوا هون شو في، في هون مكتوب واحد وفي قطعة بازل، بعدين بياخذنا سهم لعند هيدا الوجه وعلى هيدا الوجه مكتوب اثنين، كمان قطعة بازل، بعدين بتجي لهون توصل لهون رقم 3 هذا الشي المفروض يكون بيعني انه الواحد متصل باثنين متصل بثلاثة ايه خليه اخبركم صحيح عن هيدا الشيء، هيدا الشيء اسمه مورس كود، هيدا اللي كانوا يستخدموه بالحروب، سبحان الله كنت عم بحكي مع رفيقي من فترة يمكن شي ست سبعة اشهر وعم بفرجيني المورس كود وقال لي عنه، في حرب معينة كانوا بدهم يبعثوا رسائل مشفرة، فكل حرف صاروا يبعثوه مثلا نقطة نقطة شحطة نقطة، هيدي مثلا اي مثلا، نقطة شحطة نقطة اف، عرفتوا كيف؟ فهيك صاروا يبعثوا الرسائل تبعتهم بشكل مشفر، هذا هو اللي انعرف باسم مورس كود، هلا انا مني حافظ مورس كود اكيد يعني انا ما بعرف هدول شو بيعنوا، بس مثلا في نقطة نقطة شحطة نقطة، هلا على الجوجل وبشوفها واحد اثنين ثلاثة اربعة تسعة عشر احد عشر عشر 1 2 3 10 11 12 حلو كثير اطلعوا على هيدا الوجه اللي تحت مكتوب فيستينا لينتي وفيستينا لينتي 12 حرف لما جيت لهون اعتبروا اول اربع رموز صغار هدول هن حرف فاذا بتعدوهم كاحرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طيب حلو فاذا هيدا مورس كود وفي شغله لفتتني انه اطلعوا فيستينا لينتي محطوطه بقلب كادر معين يعني حواليا في كادر شفتوا هذا الكادر اطلعوا نفس الشكل فوق كمان هدول محطوطين بقلب كادر فيستينا لينتي طيب شو صله الوصل؟ خليني هلا اول شيء فوت على جوجل او يوتيوب، لاقي شو هو المورس كود وترجم هدول لحتى أشوف شو بيطلع معي. حلو طلعوا لي كلهم. طيب خليني اترجم الرساله وبرجع لكم، يلا. اف. يا عمي هن كاتبين فاستينا لينتي، شو عم بعمل؟ ليك اف اي اس، فيستينا لينتا قصدهم، يعني هن هون كاتبين لي فاستينا لينتي، بس شو بستفيد انا؟ yeah. يعني انا شو بستفيد من مورس كود فهمتوا شو قصدي يعني ليش محطوطه هون ومحطوطة هون فإذا أكيد في شيء بمورس كود بدي استعمله بس من وين ما بعرف طيب شو الاكتشاف اللي اكتشفته أول شيء في واحد اثنين ثلاثة أربعة في أرقام هون بالروماني تحت هذا السهم السهم الصغير شوفوا كيف بيتحرك بس أنا حرك السهم الكبير بيصير الصغير بيتحرك فإذا في أحرف جوا وفي رموز من برا في كتير إشي بهالوجه طيب يا جماعه الرموز اللي موجودين على هدول المفاتيح في رموز كثير موجودين على المفاتيح مشتركين مع هدول الرموز اللي هون عند هيدي الساعه معقوله بدي اطلع كلمه فاستينا لينتي فرجيني كل الاحرف موجوده تبع فاستينا لينتي على فكره كلهم موجودين هون فاذا اكيد اكيد بدي استعملهم هني ايه شو هيدا لا شكله بازل صعب الجماعه تعبين تعب مرتب الله يستر طب انا فعلا لازم بلش من هون مثلا ولا في شيء مطرح تاني بلش منه وجه اثنين ثلاثه بس في هذا الوجه وهذا الوجه هيدا شكله مفصول عن هدوليك الوجوه لانه بتعرفوا كل زاويه بتحل هذا الوجه يعني الاربع زوايا كل زاويه لها سر طيب خلص اخذنا معلومات اضافيه هلا لهون خلينا ننتقل لمطرح ثاني خليني حل هذا الوجه اللي عم عنه لانه هالثلاث وجوه اللي هون هلا مضيعيني شوي خليني بلش بهذا الوجه رح بلش مثلا بهيدي اذا بنبرم لهون في كلمات على الحيط هون ومن هالكلمات بدي اكتشف اي كلمه خاصه بهيدا يلي هون ففي حرف معين من هدول الاحرف بده ينحط لعند هذا السهم الصغير فنكتشف شو هو الحرف الصح بلشت اكتشف قصص احضرو، كلمة سيزون أول وحدة الأي بس هي الصغيرة، الباقي الأحرف كلهم كبار، كابيتال لتر، ثانية تشارلز بس الإي e هي الصغيرة، رول الأر هي الصغيرة، ريتشارد الدي الأخيرة هي الصغيرة، هنري الإتش هي الصغيرة، ولويس يو هي الصغيرة بلويس، شو يعني شو صلة الوصل؟ 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، ما فهمت أبداً شو بدكن، طيب خلص حأنتقل لوحدة ثانية غير هيدون، راح أنتقل للبوصلة، بركي بيطلع معي شيء، بدي حلل شيء بقى، لسا ما بلشت صار لي شي. الساعة تقريبا طيب في نقطه فوق مثل ما بين عليكم ومتوجهه هيدي النقطه عم تبرم 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 اخر شيء وصلت لهون وتطلعوا البوصلة اللي فوق اذا حطيت البوصلة بهيدا الشكل هيك فبظن هيدا الشيء بيعني انه هيدي النقطه متجهه لتحت ولتحت معناته ساوث يعني جنوب يعني هيدي تبعيت البوصلة بدي حطها على الجنوب هيك رح اعمل انا بني خسران شيء انا شو عم جرب اعمل اذا يمكن حليت هذا الوجه بصير فيني افتح هيدي وهيدي استفيد منها بشي يطلع لي شي مفتاح يساعدني باني حل هدول عرفتوا كيف يعني طب حاعتبر حالي اني حليت تبعت البوصله حطيتها على الساوث هيك المفروض انه ابحروا من النورث للساوث عرفتوا كيف ابحروا من الشمال للجنوب يلا رح حل هذا الوجه هلا تبع الثمار في معنى هي كستنا يمكن حامضه نجاصه وتفاحه موجود كستنا وموجود تفاح ونجاص وحامض كلهم موجودين هون في صله وصل بدها تكون بين هيدا الحيط وبين هدول في وحده بس في تفاحتين فيه اثنين وفي اثنين حامض بس الكستنه ما في منها الا وحده حسب ما بين معي شو يعني بحطها عند الكستنه مثلا لانه هي الاقليه ما نعرف ما عارف شو بيضيع هيدي راح احطها عند الكستنه وريح راسي <applause> هي الكستنه حطيتها عند السهم طيب راح اجرب حل هيدا في الاربع رموز اللي يعني مبينين قدامكم ودغري حد هون على الحيط على الزاويه يعني. في هدول ففي رمز من هدول لازم يكون الصح ليكو شو بين معي طلعوا مزبوط بهيدي الشمعه في بهيدي الرسمه في مطرح محطوط عليه خط اسود صغير هذا الخط الاسود بظن يعني بدك تمشي وتطلع على اليسار على الوسط خط في هون شمعة اثنين ثلاثة وهدول الثلاث شمعة يلي على اليمين هن هدول الثلاثة يلي على اليمين ويلي على اليسار هن اللي على اليسار هونيك فإذا هذا الخط يلي بالنص فبدل هيدا الشيء إنه هيدا هو الرمز المطلوب لأنه هيدا بالنص على اليسار يعني هذا الفرع تبع الشمعة عرفتوا كيف؟ طيب هيدي هي المثلث وين المثلث معي؟ ليكوا هيدا المثلث فإذا بدي دير الشمعة وحط اتجاه الشمعة لعند المثلث بهالشكل مثلا إن شاء الله يكونوا السرين هدول صح صرنا حلين ثلاثة إسا في بس, بس هيدي بصير بفتح هيدي يا ريت والله يا ريت عرفت والله عرفت هدول كلهم اسماء الاسم الاول سيزار سيزر فاول حرف مظبوط لانه سي تاني خانه كمان اسم تشارلز اللي أولى صح والتاني صح لانه مبلشين بكابيتال لتر بحرف كبير تعرفوا بالانجليزي الاسماء لازم يبلشوا بحرف كبير ثالث كلمه رول ورول هو منه اسم فما في مشكله اذا بلشت بحرف صغير رابع اسم ريتشارد مبلش بحرف كبير صح الخامس هنري مبلش بحرف صغير اتش لازم يبلش باتش كبير <applause> والله هيك شكله السر فرح حط الاتش الكبيره لعند السهم <تصفيق> اوكي <تصفيق> تخيل يطلع حلي كله صح بعدين ما صار شي لا بشرفك غريبة هيدي هاي بشو علقانة لحتى هيك عم تكبس غريب في شغلة بهدول الستة اللي تحت تعرفوا شفتوا هيدي الطابة وشكله لازم وصلها لمطرح معين يلي هو هيدا القفل المفتوح ففي متاهة والطابة عم تتحرك بها المتاهة. اوكي وهيدي بتبرم فلازم انا ابرم هيدي يمكن لحتى اوصل الطابة لك الطابة بلشت تنزل تحت رح وصل الطابة لهونيك وشوف شو بيصير معي يلا اوكي هيدي الخشبة اللي بتبرم بتفتح لها طرقات للطابة لحتى تفوت بقلبها وبعدين اقدر وصلها لهون طب ما بفهم بعدين آه غليظة كتير ما عم تبرم مثل ما بدي ابدا ابدا لا بلشنا نتضايق ها يا جماعه شوفوا لما كنت عم حرك بهدول في شغله مهمه اول شيء انه هدول ما بيفتحوا على الاخير كلهم يعني هيدي فتحت لهون هي لهون هي لهون هيك في شغله لفتتني انه عم جرب هدول بس اكبس على هيدي وحركها تطلعوا ستيب وحده طيب هيدي خطوه صغيره خطوه صغيره بس خطوتين صغار هيدي خطوه كبيره وبطلت تفتح خطوه صغيره خطوه كبيره, خطوة كبيرة. خطوه صغيره خطوه صغيره هيدا شكله الكود يا جماعه يا الله وحده اثنين ثلاثه اوكي ثلاثه صغار يا ويلي من اكتشاف اذا بيزبط خليني مش ما اتحمس لحظه يا الله ما كان بدي لا جوجل ولا شيء يا جماعة السر إذا بيطلع هيك فظيع وأخيرا ححط على الشاشة هلا فيستينا لينتاي اللي, اللي مكتوبة تحت والمورس كود تبعها معي فوق يعني أول حرف هو اف ثاني حرف اي اللي هو بيرمز بنقطة واحدة بس ثالث حرف الاس بيرمز بثلاث نقط فرح فرجيكم الاس لأنه ثلاث نقط الفتحة الصغيرة يلي يعني عم تفتح معي يعني مثلا هي الفتحة الصغيرة طلعوا هي فتحة صغيرة الفتحة الكبيرة شوفوا كيف بدكم من هون مثلا لهون هي الفتحة الكبيرة اوكي فالفتحه الصغيره هي نقطه الفتحه الكبيره هي شحطه كبيره فهيدا الزر يلي هون عليه فتحه صغيره فتحه صغيره فتحه صغيره وبطل يفتح اكثر خلص فتحت ثلاث فتحات صغار على كل فتحه صغيره عم يعمل لي كليك صغيره فهذا الشيء بيعني انه معي هون انا ثلاث نقط يعني لازم حول هدول لمورس كود هيدا اللي عم يقولوا لي عنه فانا بروح من هون طلع معي ثلاث فتحات صغار بروح لهون ليكن هدول ثلاث نقط ثلاث فتحات صغار فاذا اف اي -E اس يعني هيدا الزر عنده حرف الاس ما في الا هيك رح اكتبه قدامي هون اول زر عندي يا اس رح احط هيك فاصل بيناتهم خلينا نجرب الثاني الثاني مثلا شوفوا فتح فتحة كبيرة من دون ما يعمل كليك فاذا شحطة كبيرة شحطة كبيرة بعدين ما بقى في كليك ابدا في وحدة لها شحطة كبيرة بس ليكو هيدا الحرف اف اي اس تي فاذا هيدي الشحطة هي تي فاذا تي بدها تكون هون هلا اللي بعدها فتحة صغيرة يعني دويرة دو صغيرة دويرة دو فتحة كبيرة دويرتين دو صغار دويرة دو دويرة هيدا حرف ال، اللي بعده حرف الن طلعوا معي هدول الاحرف انا مأكد 100% انه يعني بدي استخدم هدول الاحرف هلا هون فكل حرف رح يرمز لي لرمز معين لحوله هون يعني مثلا حرف الاس معي هون فانا بدي ابرم هيدي لحتى توصل لعند حرف الاس اذا حطيت هيدي الدائرة لعند الاس شو اعطاني هذا السهم اللي هون؟ اعطاني هذا الرقم، هذا رقم ستة بالروماني، في عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. على فكرة اجانا لغز حلينا فيه شيء شوي قريب لهيدا الموضوع، بالبازل الالكتروني، انه لازم نعد هيك أو عكس عقارب الساعة، ذاكرين هذا المقطع دخيل الله قد أعدني قعدني هالمقطع، 100% هون هيك، كثير حلو. تخيلوا عقارب الساعة كيف بيبرموا، عقارب الساعة بيبرموا لناحية اليمين، يعني لهون، يعني مثل هيدا السهم اللي موجود معكم تحت، أما عكس عقارب الساعة يبرموا مثل هيدا السهم، فإذا هيدا السهم الصغير متجه لعند اليمين يعني مثل عقرب الساعه بدنا نمشي يعني شكله بدنا لحظه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كشفتها خلص عرفتها هون في 9 ارقام حوالين السهم الكبير وهون في 9 رموز اوكي انا حطيت على حرف الاس لحتى نكشف الاس اول وحده يلي هي فتحناها هون شو هو الرمز اللي بده ينحط لعند الاس فلما حطيت هالدائرة لعند الاس، السهم الكبير عطاني لعند رقم ستة، السهم الصغير عطاني مثل عقارب الساعة، فإذا أنا هون بدي بلش عد، واحد 2 3 أربعة خمسة ستة، مثل عقارب الساعة، فإذا الاس بده يعطيني هيدي، أنا مأكد، الاس يلي هي الواحد أول وحدة، هلا بيكون اللي كتبت واحد، رح أحط لها هيدا الرمز. ويلي من لها سر إذا بيطلع هيك بجنن، طيب، ثاني وحدة هي الاي، بيجي لهون بحط هيدي لعند حرف الاي، لما حطيتها لعند الاي، هذا السهم الكبير شو أعطاني خمسة. والسهم الصغير اعطاني عكس عقارب الساعة، فإذا بدي أمشي عكس عقارب الساعة خمسة، يعني بدي أمشي من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الأي رح يكون عندها هيدا الرمز. يلا رح حولهم كلهم وبرجع لكم. شكلها مثل السي. خلص هدول هن طيب شو بدي اعمل يا حلوين بدي اجي لهون وبدي احط كل الرموز هون لانه هون معنا ست قطع خشب وهدول ست رموز يلا لنحطهم المفروض يكون طالما هيك اتجاه الصندوق يعني اول رمز رح يكون هون ثاني رمز هون ثالث رمز, رمز واخر شيء بيفتح مثلا الاس عندها هيدا الرمز ليكو ما لقيته للرمز ابدا مني عم ايه على اول خشبه وهيدا الشيء ما منيح ابدا طيب الاي عند رمز الاكس ليكو لقيتها التي ما لقيته لا اله الا الله رمز الاول والثالث ما لقيته في فكرة تانية انسوا هدول دغري دغري خطرت لي فكرة دغري الأس الأولى حأرجع للأس لما حطيت هيدي على الأس كان عندي رقم ستة وعندي مثل عقارب الساعة كنت عم بعمل هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لا ما رح أعمل هيك طيب لنرجع نأيدهم كلهم زائد معنا متل عقارب الساعة وستة مثل ما اتفقنا أس عطاني هيدا الرمز عطاني رقم ستة عطاني مثل عقارب الساعة سجلتهم كلياتهم سوا هون الاي عندي رمز مثل الاي شكله يا الله ما عم لاقي إيه ولا رمز من اللي بدي اياه في رمز ما عم لاقيه وهذا الشيء عم بيعمل لي مشاكل هلا انا يعني قاعد آه، كل الوقت على الفاضي طيب تخيلوكم كل الشغل اشتغلته على الفاضي قال لا والله لا ما بيمشي الحال لا عصر راسي عصر اها آه شكله بس نحل هدول هيدا اللي رح ينسحب هلا في رمز منو موجود يا جماعة طيب رح اتركه لحرف الإيه هلكني والله ما عم لاقي له ولا حل بتعرفوا إذا بكون مرتكب هالمصيبة أنا كاتب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة طب ليه ما بجرب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة خليني أجرب إف إيوه. هلا أنتو بتعرفوا شو المشكلة تبعتي هلا بخبركم لا, لا 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 حتى هي ما زبطت ايه والله شي بتعب، لا، معقول هيك؟ معقول؟ يا جماعة ما خص 2 3 4 5 6، ما خص شي أبداً، يعني هيدي مش 1 2 3 4 5 6 أو 1 2 3 4 5 6. شو كان قصدي ب 1 2 3 4 5 6؟ قصدي بالترتيب هدول اللي هون، يعني مثلاً إذا الواحد هي الأس، فبصير عند أول دولاب يلي هو الأس، يلي هو الواحد بستخدم له الرمز تبعه، عرفتوا كيف؟ فهيك بصير بعرف من الواحد للستة كل وحدة شو عندها رمز، شكله السر مختلف كلياً كليا وعرفت شو هو رح لكم يا لستر بس وحيات الله شي بيتعب حقلكم انا المشكله شو اللي كنت واقع فيها وقلكم بعدين شو الحل اللي خطر لي هلا المشكله اللي كنت واقع فيها مثلا جيت لعند حرف الاس اوكي فالاس لازم يكون عنده هذا الرمز انا في معي واحد 2 3 4 5 6 على اساس شو انه على اساس واحد هي الدولاب الاول 2 الدولاب الثاني 3 4 5 6 مثلا فالواحد عنده اس ترجمنا الاصل تكون هيدا الرمز بنمشي مع قارب الساعه ست مشوات حكينا فيهم قبل اجي لعند الدولاب الاول يلي هو هيدا اجي عند الدولاب الاول ما لقي هيدا الرمز اجي عند الدولاب الثاني حرف الاي ما لاقي الرمز تبعه يلي هو بيشبه هيدا هيدا يلي هون ما لقي هذا الرمز ابدا ما لقيت الا دولاب واحد والرمز تبع الاس لقيته على دولاب واحد بس الرمز تبع التي لقيته على دولاب واحد فاذا شكله بدي اروح لعند الدولاب يلي عليه الرمز يلي موجود على الاي وبعدين حل وراح اقول هلا شو هو الحل راح اكتب كل شي ورا وبرجع لكم تعبني يا جماعة هيدي هي النتيجة النهائية، شوفوا شو بدي أعمل، رح بلش بالأي، مشان فرجيكم لأنه هذا الرمز كتير ببين، فرح أجي لعند الست الدواليب، بالست الدواليب كلهم قديش فيهم رموز؟ خير الله رموز، في واحد من الدواليب عليه هيدا الرمز، لازم دور عليه للدولاب وحط هيدا الرمز وبعدين بقول شو بده يصير. ترتيب الدواليب ما ب1 2 3 4 5 6 عشوائية شوفوا كيف لقيت هيدا الرمز تبع الآي يلي هو موجود على أول دولاب شفتوا هالرمز هيدا اللي جنني شو محطوط عند الآي؟ لازم امشي عكس عقارب الساعة خمس خطوات بدي نط خمس نطات بمشي هيك هيدا واحد اثنين ثلاثة أربعة وهيدا الخمسة هيدا هو الرمز بأول دولاب رح يكون معي عرفتوا كيف؟ هلا أنا حليت الآية خلصتها هيك المفروض إن شاء الله يا رب يطلع شغلي صح رح حل شي وحدة تانية مثلا رح حل مثلا هلا ال اللي شكله غريب الرمز تبعه هيدا الرمز منه موجود إلا بدولاب واحد بين كل هالدولاب لكن موجود بتاني دولاب دغري ورح حل كل الرموز الباقية الدولاب الباقية وارجع لكم ما بده يفتح يا أخي ما بده يفتح لا إله إلا الله ما بده يفتح اووو يا الله قسما بالله العظيم تعبني قد صار لي؟ يعني فت بالساعتين؟ لا لا <applause> الله اكبر انسحب بقى والله العظيم بتعب ايش <applause> يا عمي حطيتهم قبل ما فتح حطيتهم نفسهم هلا من شوي وما فتح شكله كان لازم على الملي حطهم استغفر الله العظيم ساعتين صار لي ساعتين على خطبة وحدة هيدا هو المفتاح يا جماعة يعني انا المفروض كون خلصت هالوجه وهالوجه وهالوجه على الاخر سحبت المفتاح من هون اصلا فيني افتحها ما فيني افتحها بس قدرت اسحب هيدي وليكو هون شو في حاطين حاطين هالعلامه مدري لا شو هيدي العلامه هلا بنشوف طيب شو هيدا هلا مفتاح عليه شويه علامات تفضلوا عليه علامه البوصله فوق وانا قاعد عم دور بالبوصله هونيك ومدري شو فيه هلا لا شو فيه وفي علامه صغيره تحت البوصله وفي دويره كمان وفي سهم صغير يعني هذا المفتاح كان القصة كلها لحتى نبلش، هذا المفتاح بس حطيته هون، اتطلعوا على هذا الحيط، في معنى هذا السهم الصغير عاطي على كلمة ريتشارد، الحرف يلي فيها الغلط هو حرف الدي الأخير، فإذا أكيد هون رح تكون حرف الدي، يلي هي هيدي عرفتوها؟ أكيد عرفتوها، <applause> فإذا هون رح أحط حرف الدي، هيك المفروض تكون، لازم، طيب، بعد ما زبطنا الدي خلينا نشوف ما عم يفتح شيء، حليت تبعية الحيط، هلا رح أجي لهون على البوصلة، هلا أنا, انا شو خاطر لي بس ما خصو ابدا بالرسمة كلها اللي موجودة معي هون هيدي الاكس عم حطها فوق هيدي البوصلة اذا بعملهم فوق بعض بالضبط بهالشكل في معي سهم فوق وهون في معي دويرة فمن عند الدويرة للسهم متجهين هيك كيف يعني مش شمالي شمالي وشوي هيك دايرين وجنا شوي فطلعوا هون هيدا هو الاتجاه يلي هو معلم بالأسود يلي هو حيكون اتجاه السهم فنحن السهم تقريبا كان معنا بهالشكل ولاحظوا في هاد دويرة هاد دوائرة الصغيرة بظن أنا بتمثل هيك فهيدي رح حطها بهالشكل هيك يعني السهم هيدا متجه للاعلى هيك وهي الدويره المفتوحه هون هي هيدي الدويره معقوله هيك ما بعرف الكستانه رح خليها مثل ما هي هيدي رح شوف اذا صح ولا غلط ما فتحت لسه ما بعرف اذا هي بتفتح اصلا ولا لا من عارف هلا هون هيدا الشكل موجود هون هيدا القلب موجود هيدا المثلث موجود فاذا هيدا الشكل الوحيد يلي منه موجود هون معقوله لازم نحط لهيدا الشكل ما بعرف ليكو هي عم تتحرك عم تتحرك يييي فتحت! طلع هيدا الرمز هو الصح! صح! يا عمي أنا كيف بدي أعرف! يا عمي طلع بس لأنه هيدا الرمز منو موجود هون، فطلع هيدا هو الصحيح، يعني كل شيء في أنا استكشفته ومنطق وكذا غيره طلع شيء تاني مختلف كلياً، أه بس كيف بدي أفتح هيك؟ طلع معي مفتاح، اه هذا بعرفه المفتاح هذا فوق، بس هي شو الكبسولة بتنزل؟ في كبسولة هون؟ ليكا. ما فيني أسحبها لبرا. شكلها هيدي بس بتطلع لي هذا المفتاح هيدا هو شو هي يا زلمة؟ يا ويلي عقدني يا عمي عقدني طلعوا كيف مقفل طلعوا طلعوا مثلا هيدي إذا برمتها ليك وفي هذا المفتاح اللي على اليمين فوق فباختصار هيدي بتكون نازلة لتحت هيك وأنا بكون مقفل علي هيك كلهم بيكونوا مقفلين علي هيك فبتصير هيدي ما بتطلع فبس أنا أرجع أبرم وأفتح صح حط كل واحد عند المفتاح الصح الأربعة حطوا عند المفاتيح الصح بتصير هيدي بتطلع لفوق وهيدي بتفتح وباخذ منها المفتاح لا نكفي هلا انا في عندي هالطابة انا تركتها ما التكشت فيه ابدا لحظه خليني افتح هيدي هيدي اللي هون خليني افتحها لانه انا شايف انه الطابه ما حتعمل لي شي. هيك شايف ما عم بقدر افتح معقوله بدي مرق الطابه هلا اخلص من الطابه بعدين بشتغل طب شو بتعمل الطابه يعني انا اذا وصلت الطابه لهون معقوله هذا بيصير فيني اسحبه مثلا لبرا خليني اجرب يلا هن حاطين لي علامه المفتاح هيدي اللي فوق هون فاكيد بدي اسحب الطابه وجيبها لعند المفتاح لهون لا 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 ما عم بتحرك على الطابه ابدا لكيه الطابه شفتوا مسار هذا اللي هون لازم مرقها ووصلها لعند القفل اللي للي فوق فانا هيدي بدي اقعد دورها يمين وشمال وشوف كيف بدي مرق الطابه افتح لها طريق غريبه جدا غريبه إيه؟ عم بلش استوعبها بس حطيت الطابه بمطرح معين صار فيني العب بهيدي منيح انتم عم تبرموا هي تطلعوا شو بيصير شفتوا الخشبات هدول اللي, تحت عم يتحركوا بس عم ببرم هيدي هون عم بفتح متاهات وسكر متاهات انا هون فبدي افتح طريق للطابه لتفوت مش الحال مش الحال ليك وصلت هيدي هي اللي تحت ولازم توصل لهون طلعوا كيف عم بيخدم. ايه قصة اي اي شوي طب وصلت شو بعمل معقول بس وصلت لعند المفتاح هلا صار فيني افتح هيدا اللي فوق معقول ما مع عم ببرم. سمعت صوت طك فتح ليكو برم ايه طلعوا ما اجمله بعد ما وصلنا الطابه لعند القفل في ميكانيزم جوا خلى شيء يفتح وخلاني اني اقدر ابرم القفل هذا اللي هون في مقاومه كثير حلوه فتحنا دخيل الله شو هي <applause> ليكو ما اجمله طيب شو هيدي هلا هيدي شيء محبوس جوا وما بعرف كيف بده يطلع، لحظة شوي، هيدي بعد ما فتحتها هون في هدول الخشبتين، اوكي؟ في هيدي الخشبة كأني بقدر عليا بس ما بقدر عليا في هالخشبة التانية اللي حطيت لي سهم، وطبعا هي الخشبة اللي تحت يلي عليها سهم متصلة هيدي هي الخشبة نفسها ذاتها، اه لفليتني سحبتها، أنا بعد ما قدرت حل الطابة فودتها هون، صار فيني اسحب هي الخشبة لبرا، اوكي، صار فيني اسحب هيدي، شو هيدي؟ لا إله إلا الله، شو مخترع بقلبه هاللغز. حاطين لي متاهه هلا إسا ما خلصنا يا زلمه إسا في شغل شفتوا هالاشكال الجميله اللي عم تشوفوها هيدي متاهه يعني هلا في متاهه معينه لازم امرق فيها بدي اجرب تجربه هيك لحتى اشوف شو هي المتاهه الصح اللي بتخليني اسحب هيدي فرح ضلني اجرب وامشي يمين وشمال وكذا لحتى اطلع طلعت دغري <applause> ما خلصنا هلا هون الشغل بس شوفوا كيف شكلها هيدي كلها سوا متاهه في جوا تحت شغل مدري شو هذا الشي في رساله ولا بتفتح ما بعرف في شيء لسه مو طبيعي ما خلصنا بس خليني أفرجيكم هون في طابه كتير صغيره شفتوا هالطابه فانتوا عم تمرقوها بتعرفوا بتصير الطابه بتكون عم تمرق بهالمسارات فبتكون تمرقوا الطابه هي العلقانه هون بالشكل الصح لحتى تقدروا تسحبوا هيدي يعني اخر شيء ما في الا طريقة وحده اللي هي هي لحتى تطلع على الاخير عرفتوا كيف يعني الطابه بدها تمشي هيك مدري كيف كان معلقه ومسكره بشكل بتقعدوا تحللوا انه صرنا يمين صرنا شمال صرنا هيك لتفتح طيب هلا هون شو في هيدي فيني شيلها يعني فاصل كتير صغير اذا كنتم مستمتعين بالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك اللايك بيشجعني استمر وبهمني تشتركوا بالقناه اذا بهمكم هذا المحتوى اه اوكي منيح <applause> <applause> جربت شي وظبط. هيكوا على هالشيء حضروا هذه كيف كانت يا الله مغناطيس بس عملت هيك قام نزلوا المغناطيسين متحرروا من هون وقدرت شيل هيدي كثير حلو طيب وهلا انا كثير عم شوف رموز يعني شفت هيدا الرمز وشفت هيدا الرمز وشفت قصة رموز على الصندوق شفت هيدا بس وين شفت رموز؟ أنا هدول ثلاثة لهلا، هون في خمسة، يعني لازم كل وحدة من هدول حطها عند رمز معين وبدي أعرف شو هو الرمز، بس في هيدي الرسالة يلي فيني افتحها شكلي. فيني اسحبها ما هيك؟ بلا المفروض؟ طيب خليني أطلعها. إيه قدرت اسحبها تمام. اه فكرت خلصت لا ما خلصت قصة رسالة كتير كبيرة وحلوة عم بيقول انو انه برافو يا صديقي وقربت توصل للنهاية وهذا الصندوق اللي عم تحله هو اوت اوف ثري يعني إسا في صندوقين غير هيدا الاسبوع الجاي في الصندوق المرتب اللي قلت لكم عنه الدعايات تبعيته بتسطل على فكرة كاتبهم بشكل شعر يعني حقترك لكم تقروها كتير حلوة ما احتلك ما عطيني هيدي على الفاضي ابدا انا متاكد يا محتال انك تارك لي هذا الرمز طلعوا بهيدا الرمز اللي فوق بكلمه كونغراتوليشنز في هذا الرمز اللي شكله مثل الاي حلو فاذا في معي هيدا الرمز ومعي هذا الثاني رمز وثالث رمز هو هيدا ورابع رمز هو هيدا يلي لقيناه فوق بدي رمز خامس هيك محطوط بشي محل متروك ما انتبهنا له وساعتها يمكن لازم ركب الخمس رموز هون بشي طريقه ما بعرف كيف ما بعرف باي ترتيب اصلا وبعدين بتصير بتفتح لا خطر لي فكره على فكره الترتيب خطرت لي فكره كثير حلوه بس خليني اشوف هون اذا في شيء رمز ما استخدم ابدا مخفي بشي طريقه، اذا هيدا السر اللي براسي بكون موجود بجنن، هسه بدنا الرمز الاخير. والله يمكن يكون بها الرسالة لا لحظه هون؟ لا ما في شي على البنت. ليكو هيدا معقول؟ ايه موجود، لك دخيل الله لايكو والرموز البقيه كلهم موجودين، كل شي لقيناه هناك موجود. شوفوا شو عم فكر، انا اول شغله فتحتها هو كان هيدا وعليا هيدا الرمز اوكي؟ تاني شغله فتحتها وشفتها كرمز كان هيدا الشيء هذا كان تاني رمز شفناه نحن عم نفتح الصندوق بعد ما فتحنا الصندوق هيك اول رمز بين علي هو هيدا فاذا هذا تالت رمز صار يعني صار لي على الخشبه واحد بعدين هذا صار اثنين هذا صار تالت رمز هيدا صار رابع رمز شفته انا، لأنه هيدي كانت مسكرة بهالشكل، وبس فتحنا شفنا هيدا الرابع، ومنه استخرجنا الرسالة اللي من هون، وهذا كان الرمز الخامس، فإذا بحطهم بالتدريج هيك بدهم يصيروا، أول رمز هو هيدا اللي على الخشبة، فلازم يكون في سهم الله يرضى عليكم، ليكو شفتوا هيدا السهم الصغير؟ فإذا هذا هو السهم، وراح امشي من عند السهم أول شي، راح أحط الرمز يلي شفناه على الخشبة، اللي هو لازم يكون الرمز الأول، فإذا هذا السهم وصلنا لهون. هلا تاني رمز لازم يكون هيدا يلي كان على الصندوق فبنمشي بتاني وحدة عند تاني رمز ليكو هيدا هو فبدي اخده وحطه عند حد رفيقته ثالث رمز هون كان هيدا الشكل يعني مثل الاف شكله فرح امشي وحط تالت رمز هيك لازم يكون الله يرضى عليكم ما اكتر من هيك هلا رابع رمز شكله مثل الواي صرنا حاطين أربع رموز، الرمز الأخير هو اللي لقيناه بالرسالة حرف الإي شكله، كثير متحمس إذا بتفتح، السر كثير حلو هيدا، <applause> خليه ينفش خلقي شوي، هيدي هي، جاهزين يا جماعة؟ لا افتحي بشرفك لا <applause> شوفي ما تقولي لي هلا يو واخيرا هيدي قال ما كنت مزبطة على الأد زبطتها <applause> احلى شعور بالعالم انتو بس تسألوني واخيرا هيدي هي الهدية اللي طلعت لي النقلة يا جماعة شي بجنن والله العظيم كان لي مارفلس يو ار وورثي اكيد ولو على فكرة نقلة حقيقية منا انه لعبة او شي كتير حلوة هات لفرجيكم اياها هذا الشي بيعني اني انا رح احصل على النقلة الثانية بتشابتر 2 مكتوب ذا ثيف تشابتر 1 وفي مفتاح وبالميلة الثانية على الميلة الثانية محطوط هذاك اللي شفناه على الكرتونة اللي هو هيدا كتير حلو بس الاسرار فظيعة <applause> شو هيك <applause> الجماعة اول مرة بيصنعوا صندوق والله العظيم رهيبين